يلا. هل صحيح ان مفيش ميه نظيفه في غزه؟ بالتاكيد الميه حتى الان، الميه اللي لو اخذت المياه من المياه الجوفيه بالتاكيد ستكون ملوثه مع ما يتم ضرب صواريخ تصل الى عمق 10 متر او 20 متر. هناك تلوث بين المياه الجوفيه ومياه المجاري، بالتاكيد سيكون ازمه كبيره جدا. اخي محمد، اليوم نتحدث حتى اللحظه 25% من مباني غزه هدمت، ونحن لسه في اليوم ال 15 من الحرب. 25%، وهذه باحصائيات طيب من وزاره الاسكان. طيب انا عايز بس اوضح للسادة المشاهدين، انتوا بتتكلموا على مساحة 360 كيلو متر مربع بالظبط. 300 لما تهدم 25% من 360 كيلو متر مربع، انت تتحدث عن دمار غير مسبوق. انت بالضبط. بتتكلم كده مراحل اللي هي حتى الحرب العالمية التانية ما شافتش دمار كده. والناس بتتحدث، والناس يعني المظاهر اللي بتشوفها الناس واللي بتنقلها انها، وكانوا بالفعل زلزال ضرب المنطقة بشكل كامل. يعني المنازل تهدم بشكل عشوائي، عندما يضرب منزل بالتأكيد نتيجة كله الضرر حواليه، كله ليس تضررا هدما، هذا تحدث عن 25% هدم، فما بالك الأضرار. يعني في منازل طبعا تضررت لا تصلح للسكن، هذه أيضا مشكلة كبيرة جدا. لذلك بداية بناء الخيام وكأنه نحن نعود إلى حرب 48 مرة أخرى، ولكن الناس أصروا هذه المرة المواطنين أن تنصب خيامهم في فلسطين مش خارجها. يعني لأول معسكر أنشئ الآن أمس في خان يونس يضم حتى هذه اللحظة قرابة 100,000 نسمة حسب. أنت 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 بتكلمني عن حاجات إحنا مش يمكن بسبب إن مفيش أخبار كتير بتخرج لنا من القطاع. أنت بتكلمني عن معسكر واحد في 100,000 بني آدم. 100,000 نسمة لحتى الآن. مين اللي نصب؟ الأمم المتحدة نصبت؟ الأمم المتحدة خيام، الخيمة الواحدة طبعًا بها أسر، مش أسرة واحدة. أسر؟ الخيمة فيها أسر، والآن عشان ما يصيرش في مشكلة، قاعدين بيفكروا فكرة فرز المخيم النساء لوحدها والأطفال والرجال لوحدهم، عشان يقدروا يحطوا عدد أكبر في الخيام. وهذه الخطورة في الأمر، إنه عندك بتتحدث عن نصب مئات الخيام في مناطق، طبعا على منطقة ساحلية على أطراف بحر خان يونس، ورغم ذلك القصف حولهم. يعني القصف لم يصمت لحظة. أنا توقعت خلال المؤتمر يعني يكون في شوية خجل من الإسرائيليين يوقفوا القصف. لا لا، هو جانب لا يخجل، لا يخجل بالضبط، هو جانب مستمر. لا يخجل، وجانب مجرم وإجرامي وشديد الدموية. والأخطر أنه قبل أقل من ساعتين وزع على الشمال بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالبهم بمغادرة الشمال مرة أخرى، ومن يبقى فعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك، إما أن يكون طرفا في هذه المعركة ويقتل، أو أنه سيكون جزء من سيهاجمهم الاحتلال.